منذ أن تأسست الزبارة على يد الشيخ محمد بن خليفة الكبير عام 1762 ميلادية، وجدت قبائل شبه جزيرة قطر ضالتهم في وجود دولة ترعى مصالحهم وتدافع عن مدنهم وقراهم، وكانوا قبل ذلك معرضين لشتى أنواع الاعتداءات، سواء من قطاع الطرق في البر أو من القراصنة في البحر أو من القوى المحيطة بهم. لذلك قدمت قبائل شبه جزيرة قطر ولاءهم لحكام الدولة الخليفية، وأصبحوا جزءا فاعلا ومكونا رئيسيا في الدولة الحديثة. وبفضل الحكمة السياسية والقيادة الواعية لحكام الدولة وعلاقاتهم الواسعة مع محيطهم ومع القوى الدولية من حولهم، ازدهرت الزبارة وما حولها، بل وأصبحت مقصدا للعلماء والتجار والمهاجرين والباحثين عن الحياة الآمنة المستقرة، فاستقروا فيها وساهموا في بنائها ونهضتها. السيد جمعة بن محمد الكعبي كان والده أحد أعيان الزبارة، ويحدثنا جمعة الكعبي عن إقليم الزبارة وما يضمه من قرى ومدن وقلاع، وعن القبائل العربية التي سكنت هذه المنطقة قبل العدوان الغاشم في الثلاثينيات. لما أنت تكون عند الزبارة بالضبط عند قلعة صبحة اللي بناها الشيخ محمد بن خليفة، وجنوب شرق منطقة هي ريضان كبار اسمها الهام واحد الهيم، الهام أكبر من الهيم، وكان هذه مساكن الوالد رحمة الله عليه، يعني دائما في الشتاء هناك يشتي في بيوت شعر، هو مع جماعته حوالي 12 بيت، هذه موطنهم وهذه موقعهم، يعني من استوى في المنطقة هذه، ويعني وفي موجودة شمال الهام منطقة لشة وحلوان ونعمان وعين محمد. عين محمد هذه يقالها ويعني ويقال ان الشيخ محمد بن خليفه حفر عين هنا، وعقب يا وسكنوا عليه النعيم وسموها عين محمد، يعني نسبه الى الشيخ محمد بن خليفه. وشرقيهم تيك ام الشويل وروضه الفرس والتويم والمشرب، احنا الحين ما وصلنا المنطقه، ما وصلنا البحر من صوب الشرق، ولرحت الشمال تيك عذبه وتيك الثقب، هذه المناطق البريه اللي دائما اهلها يعني موجودين فيها، وهم دائما يعني في الشتاء هم تحصلهم موجودين، بعضهم بيوت شعر وبعضهم يبنون بيوت صغيره يعني للوقت وقت الشتاء. فالله يسلمك، هذه المناطق اللي هي داخليه، ولكن احنا لما نشرح القرى الساحليه، انت تصور نفسك في قله زباره ورحت مشمل مع الساحل، اول ما تيك فريحه وتاسست شماليهم فريحات تيل، فريحه الشعبان وفي فريحه صغيره حق السعيد، يقولون انها حق السعيد لكن فريحه الشعبان كانت اكبر، وتطلع من الفريحات وانت مشمل على الساحل ودك شمال رايح، تيك منطقة قرية على البحر اسمها الحدية، هاي يسكنوها الشعبان بعد، وحداهم مناطق بين فريحة ومن بين الحدية، هذه مناطق شتوية يجونها يعني الجماعة من البحرين يشتون هناك، منها الشحيمية والضبية والنقيعة، هذه المناطق يجونها في الشتاء وعقب يرجعون البحرين. وبعدين من تطلع من الحديه يك العريش، والعريش يسكنون الاجبسه، ومعاهم قليل من بعض القبائل، قليل بس هم اكثر، وتطلع من العريش وانت رايح شمال يميل لك الساحل على شرق شوي، يك الخوير كان اسمه خور حسان قبل، وعقب سميه بالخوير لانه خور بحر صغير سموه الخوير، وتطلع من الخوير وانت رايح شرق يك تي قريه خداي، وهذه خداي يسكنوها الشعبان والشبسه يمين، وعقب خداي وانت رايح بشرك يتيك النباعه حق الشعبان يسكنوها الشعبان، وعقب النباعه وانت رايح بشرك يجيك اليمين، هو الجميل لكن تلفظ اليمين، واليمين فيها نفس الشيء شعبان وشبسه،
وعقب اليميل وانت رايح شرق يجيك رويس. رويس اللي أسسوها وسكنوها السادة، وهي كلها تابعة هذه المناطق اللي ذكرت كلها تابعة إقليم الزبارة كلهم. وعقب رويس يرجع السيف على شرق، على ينوب، ينوب شرق يجيك المفجر، المفير نسميه احنا المفير. والمفير أسسوه ناس من السادة وسكنوا معاهم الفضالة في المفير هذه. بعدين عقب المفير يجيك راس لفان ويجيك القارية، هذه حق قبيلة البكوارة. هي بالنسبة حق المناطق البرية اللي ذكرت قبل، لشة وحلوان ونعمان وعين محمد، هذه يسكنون قبيلة العين معروفين، الجبر والمايد هذه مناطقهم معروفة يعني. أحيانا يسكنون معهم بعض القبائل بس قليل، بس هي يتبع هم هي المناطق هاي تتبع للعيم بغض النظر. مثل الشعبان لهم الهام والهيم والتويم ومشويل فيها قلعة صغيرة وربط الفرس، هذه كلها الشعبان. والشبسة ما سكنوا البر، الشبسة سكنوا كلها على السواحل من العريش الخوير أخداي ليميل، هاي مناطقهم، هاي مناطقهم الشبسة. وعندك عذبة جنوب شرق قلعة الثقب وسكنوها البكوارة قبل. هي المناطق البرية عموما يعني كلهم يعني 90% يمكن كلها بيوت شعر، وبعض المساكن المبنية بالحصى واليوس أو الحصى والطين قليلة يعني مو كثيرة، لكن الأغلب بيوت شعر. وحتى لو بنوا بيت يسوون الحوش من حصى ويخلون بيت الشعر وسط البيت هذه، لأنهم طبيعتهم بدو. أما الساحلية من الفريحة وانت رايح الحدية والعريش واليميل وخداي والخوير، هذه مبنية وبعضهم لا زالوا مبنية يعني لا زالوا بيوتهم باقية. أهل البر البيوت لأهل البر عيشتهم على الحلال من الإبل ومن الدبش، يعني يعيشون عليه ويتاجرون فيه، هاي طبيعة حياتهم. بعكس القرى الساحلية، القرى الساحلية صرت معتمدين على البحر. أيام القوس يروحون القوس، وأيام الشتاء يروحون يقطعون الفروش واليصيبونه وينزلونه في المحرق، يبيعونه في المحرق ويرجعون على مناطقهم. فهذه عيشتهم أهل الساحل. نعم، أكبر قلعة هي قلعة الصبحة، وأسس الشيخ محمد بن خليفة هو أكبر. وكانت القرى البرية كل تقريبا كل قرية أو كل منطقة عندها قلعة بس صغيرة، مو يعني فيها نوع الحصن وفيها نوع الحوش، هذه يعني يستعملونها أيام القارات وأيام يعني الخوف. فهل الديرة هذه يروحون يلتجون فيها، فبالمساحة أكبر شيء اللي هي صبحة ما في شك. وفي قلعة في أم الشويل وفي لشة وفي حلوان وفي والثقب، هذه وانت رايح شمال. وكل أهل ديرة مسؤولين عن هالمنطقة عن هالقلعة، هي مسمى يعني مثل الحصن، هي مو بقلعة كبيرة مثل قلعة صبحة، ودي صغيرة بس حق هالمنطقة هذه يحتمون فيها في القارات. وعندك ينوب الزبارة على الساحل في ديرة اسمها ربيجة. ربيجة سكنوا فيها الشعبان وسكنوا فيها للسعود، وفيها قلعة، وهما القلعة يعني كانت متهدمة، يعني في أعتقد أن كان في ناس قبلهم سكنوا فيها عقب هجروها الله العالم. لكن من بالنسبة للمساحة من عقب قلعة صبحة تي قلعة الثقب، في مساحة قلعة الثقب قريبة أقرب لها منطقة اللي هي خداي، قرية خداي اللي على الساحل الشمالي، وكله في الوالد من قبل الشيخ عيسى بن علي والشيخ محمد والشيخ حمد بن عيسى أصحاب العظمة، إنه هو يديرها وإنه هو مسؤول عنها. وتروح من الثقب تروح بعد على جهة الشرق تيك أركيات فيه الماء العذب، أعذب ماء في المنطقة في قلعة أركيات،
بنوا عليها قلعة صغيرة أصغر من الثقب شوي، والناس اللي الساكنين هناك سواء البدو أو الحضر يرتوون منها لعذوبة مايها، ولا زالت موجودة وفيه المنبع الماي. قلعة صفحة طبعا مسؤول عنها حكام الكرام الخليفة، وقلعة أم الشويل مسؤول عنها الشعبان، وقلعة لشة مسؤول عنها النعيم، وقلعة حلوان مسؤول عنها النعيم، والثقب مسؤول عنها الشعبان صوت الوالد هو موجود، وفي قلعة ركيات. ركيات ما كانت يعني قلعة يعني تستعمل للحروب أو ما شابه، تستعمل بس حق إذا كان في قارة أو شيء، إذا كان الناس ساكنين جنبها من البدو ودي يجون يعني يحتمون به، بس هذا اللي موجود. القرى الساحلية ما فيهم قلع، العريش والحدية والخوير واليميل ودي ما فيه قلع لأنهم مفتوحين على البحر.